مستعبدين فيك ولا راغبين عنك، وامرنا بامرك يرحمك الله، فانا حرب لحربك وسلم لسلمك، لناخذن يزيد ونبرا منه وممن ظلمك وظلمنا. فقال عليه السلام: يا تايا ايتها الغدره المكره، حيل بينكم وبين شهوات انفسكم، اتريدون ان تاتوا الي كما اتيتم الى ابي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فان الجرح لما يندمل قتل ابي صلواته.